صح. دكتور فاروق، دي نصيحة عامة، دي نصيحة عامة. لو دخلنا في النصيحة الخاصة، ان احنا دلوقتي بوضعنا احنا بما بالحال مش هنقدر، يعني مش هنقدر كلنا نمشي، فازاي نعمل انقاذ ما يمكن انقاذه بالاضافة الى التعليم؟ ابتدي. هل حضرتك بتشوف انه نقطة مهمة جدا هي غائبة عن سماء الوطن العربي، وهي كلمة تسمى العدل؟ هل تعتقد ان وجود العدل ممكن يفرق معانا كتير؟ مفيش عدل عندنا في الوطن العربي طبعا، انت لمس الحكايه دي، وده بيفرق كتير جدا في نفسيه البني ادمين، يعني بيعمل حالات من التمرد كتير، وحالات من الاكتئاب كتير، وحالات من التراجع. انا في نظري ان التعليم يغير ده كله. ما هو العدل، ما هو ده جزء من المفهوميه. انت لما تعدل بين الناس، ما هو معناها ان انت لا تبقى عارف ايه لو لازم التاني يبقى عارف، ولازم التاني يبقى عارف. معنى ذلك ان دي جزء من العلم والمعرفه، ما هي جزء من التربيه، تربيه النشء. العيال الصغيرين ولاد وبنات وهم بيتعلموا حاجات كتير قوي من المين، من المدرس المتميز اللي هو الناصح الشاطر اللي يقدر يعلمهم، ويعلمهم حاجات كتيره جدا، مش بس الحاجات في الكتب. يعلمهم بطريقه معاملته، يعلمهم بطريقه انه بيسالهم ايه رايك، ايه يا ابني، ايه يا بنت، بتقولي على الحكايه دي، يا سلوى انت رد عليها، مش عارف كذا وكذا. يخلي كل واحده منهم يبقى عنده ثقه بنفسه، ويتكلم قدام الناس، ويتعمل كذا ويعمل كذا. لما يروح الواد لابوه وهو في يروح ويروح عند ابوه، يقول له بابا البتاع دي في الكتاب، بيقول له ايه، وابوه قاعد في بيتفرج على التلفزيون في الكوره، يقول بس يا ولد اسكت يا ولد، هنشوف الكوره الجون هيجي. الولد لازم يبقى عنده ما يكفي من ثقه بالنفس، يقول لا يا بابا انا عايزك تشوف بص على الحكايه دي، انا بذاكر وعايزها لبكره، سيبك من التلفزيون والرئيس، اشرح لي دي، انا اسمعني. اسمعني معناها ايه؟ ان انا لازم اربي الثقه بالنفس في النشء الجديد ده، ثقه بنفسه عشان يحترم نفسه، وعشان يجمع من العلم والمعرفه ما يكفي لانه يحترم نفسه، ويبقى عنده ثقه بنفسه. والثقه بالنفس دي هي اللي تخليه ينبغ في دنيته. ما هو واثق، انا مين اللي هيقدر يقول لي ايه؟ ما انا خد اي واحد فينا اللي طلعت اسمه ولا طلع كذا، اهم حاجه في القصه كلها عنده ثقه بنفس. جابها ازاي الثقه بالنفس دي؟ مش بالخلل ولا بالتهويش، عرفها ذاكر تمام، وقضى وقت اكتر خالص مع الكتب، وبقى احسن من زمايله. فلما يجي يتكلم بيتكلم صح، لما يجي يقول رايه في حاجه تطلع صح والباقيين يشوفهم، ولما الباقيين يشوفهم ثقته بنفسه تزيد اكتر ويحيوه، فيجمع اكتر من العلم والمعرفه. فهو ده، احنا لابد ان نخلق جيل جديد، الجيل الصاعد ده لابد ان احنا نفتح له الافاق، لانه يرقى. يعني ده اخر ما نستطيع، يعني انقاذ ممكن انقاذه بالنسبه لجيلنا احنا، هو ده ان احنا نعمل حاجه قبل ما نمشي. صح، نعمل حاجه انقاذ الوطن قبل ما نمشي. تمام. وايه تعليقك على انه في مصر 30% ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا؟ امال ايه؟ ما ده كان حاجه من اللي احنا كانت من الامل، من الامال بتاعتنا واحنا لسه في الخريجين في الامريكا، ونعمل كده. نقول كان واحده من الحاجات اللي كنا عايزين نعملها، كان نمره ثلاثه من الحاجات اربعه اللي كنا عايزين نعملها، كان محو الاميه. وكنا بنتكلم نقول ايه، احنا طلبه الجامعه، احنا في الجامعه احنا ما بنعملش حاجه في الصيف، ما احنا الوزارات وزاره التربيه والتعليم تجيب طلبه الجامعه دول وتدي لهم حصه، لا تدي لهم حصه يعلمهم، يعلموا الناس الاميين ازاي، اسبوعين ثلاث اسابيع بالكثير، وبعدين نبعتهم ب 5 جنيه في الشهر زي ما يطلع للمدن والقرى والوحدات. عندنا هيئه ما اسمها هيئه محو الاميه، وبيجي لها تبرعات مننا، تبرعات مننا. مين اللي ماسكها ومين اللي بيعمل فيها ايه؟ انا عارف اهل الثقه. واحد عنده، عشان عنده مكتب وعنده كذا وعنده عربيه، ويفتحوا له الباب ساعه الباشا، وحد اول ما يوصل الحته اللي فيها يفتحوا له الباب ويشيل له الشنطه ويعمل كذا. ده دول مش ناس ما عندهمش فكر بان الشغلانه بتاعتك دي ايه. حد بيشيل لك شنطتك وانت في امريكا؟ عمري ما يسمح لي، ولا هنا ولا خلي حد يمسكها. طب دكتور، اخر سؤال بقى، انت شرفتنا جدا، انما عندي سؤال، هو انه سيادتك كنت في الجامعه في الستينات، وعندك احلام كبيره، وانت بتدرس في الجامعه بتاخد البكالوريوس من جامعه عين شمس، ثم سافرت امريكا، خدت اظن سافرت المانيا الاول، لا امريكا وبعدين المانيا. امريكا وبعدين المانيا. هل كنت تتخيل ان مصر سنه 2010 هيبقى ده حالها؟ مستحيل، والله كنت ابكي، مستحيل. احنا طالعين من مصر عشان نتعلم بره، ومصر دي كانت عملاق،
ومع وجود الانجليز ومع الملك فاروق ومع الخيبه اللي كنا فيها اللي احنا كنا بنعتبرها يعني حاجه مثبته، لان احنا في الوقت ده كنا بلد احسن بلد في الشرق الاوسط، كنا بناكل نفسنا، كنا احنا اللي بندفع بنوزع اكل للناس الغلابه بتوع السعوديه والخليج، كنا بنوزع الدواء للخلق اللي حوالينا، وكنا عندنا الجامعه القاهره دي كانت راسها براس الجامعات بتاعه انجلترا. جامعه القاهره كان لها كان لها وزن، كل العواطن العربي من افريقيا كله بيجي يتعلم ويفتخر. امال ايه خريج جامعه القاهره وجامعه عين شمس، الجامع الازهر، جامع الازهر كان ايه بيجي له من كل الخلق، احسن جامعه واشهر جامعه في العالم وكذا كذا كذا. فاحنا طالعين من بلد كانت محترمه جدا، بس احنا ما كناش راضيين عن كده، لازم كنا عايزين نعمل حاجة ضخمة كبيرة جدا ونرفع من مستوى العرب كلهم وكذا، لأن كانت الوطنية دي والحمية اللي كانت فينا دي كانت بناء على أن احنا لنا دور كبير جدا في العالم العربي أولا والعالم الإسلامي ثانيا والعالم كله ثالث. احنا مصر احنا لنا دور كبير. فلما تيجي تشوف النهاردة لا لنا في العالمي ولا في المحلي ولا في الوطني، مصر ما فيها غياب. لما شاب يجي يقول لك دلوقتي انا ما عنديش انتماء للبلد تقول له ايه؟ هو تقول له ايه؟ اقول له حرام يا ابني، لان الانتماء للبلد ده هو الحاجه الوحيده اللي تخلي عندك انت شخصيه محبوبه بينك وبين نفسك. عشان تحب نفسك لازم يبقى عندك انتماء. طب اجيب الامل منين يا دكتور؟ يعني تجيب الامل؟ أنا مش انا كشاب، انا كعجزت خلاص، شاب صغير عنده 22 سنه ولا 20 سنه ولا 18 سنه في الجامعه. لا ازاي ثبته في بلده؟ يقول لك دي انا هعملها، تتعلمه ان دي هو اللي هيعملها بايده، ما فيش حد يعملها. انت تقول له الناس اللي فوقك دول كلهم خربانين واحنا موافقين على كده، انت اللي هتعمل التغيير وانت اللي هتعمل كذا، واحنا هنسيب لك الباب كمان لو قفلوا الباب. لو قفلوا الباب انت بتقول عشان انت معجز السفر امريكا، انا هسافر الصبح. هو مسافر الصبح الساعه 7 الدكتور فاروق خد راحته، ده هو مسافر الصبح، مالناش دعوه بالكلام اللي بيقوله ده خالص. دكتور فاروق انت شرفتنا، وان شاء الله ننتظرك في زياره قادمه. شكرا جزيلا، وان شاء الله تكون عند وعدك زي ما وعدتني في الفاصل، ان احنا ان شاء الله يكون لنا لقاءات مطوله ان شاء الله واحاديث طويله مع حضرتك ان شاء الله. دكتور شرفتنا يا فندم، وان شاء الله هنكون عند سيادتك هيئه الاستشعار، الهيئه القوميه للاستشعار عن بعد عشان نشوف حراميه الاراضي. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. لحظات نلتقي بفضيله الشيخ خالد الجندي.